أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. أهالي العسكريين المخطوفين ينفجرون في وجه الإهمال فيقطعون طرقات في بيروت والشمال. كيف ردت البزلية على إعدام ابنها علي البزال؟ تتابعون في النشرة ما هو عدد أحكام الإعدام المؤبد في قضية أحداث نهر البارد. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد ونيكول الحجم. مساء الخير. علي البزال شهيد، إبراهيم مغيط مشروع شهيد، وكذلك العسكريون الآخرون. يومان عصيبان، في الأول إعدام العسكري علي البزال، وفي الثاني تهديد بذبح إبراهيم مغيط. الإرهابيون سواء من النصرة أو من داعش يعرفون ماذا يفعلون، لكن هل الحكومة اللبنانية تعرف ماذا تفعل؟ إرباك وارتباك وقرار سياسي مشتت أفسح المجال لمزايدات أغرقت أهالي العسكريين في بحر من الإحباط، انفجر اليوم في قطع الطرقات في وسط بيروت وكذلك في القلمون شمالا. جاء هذا التصعيد في وقت لم تتحرك فيه الحكومة إلا بعد 20 ساعة على الأزمة، فعقدت خلية الأزمة اجتماعا في المصيطبة استعرضت فيه كيفية مواجهة ما حدث. فهل استعرضت أوراق القوة التي قيل إنها تمتلكها وما هي؟ وفيما التصعيد يقطع الطرقات بين وسط بيروت والقلمون في الشمال، كانت بلدة البزلية تعيش ساعات متوترة غضبا لابنها الشهيد علي البزال. في التطورات السورية البارز اليوم أن تنظيم داعش اقتحم مطار دير الزور العسكري وأن معارك ضارية تدور داخله.